الإذن بقى معاه ورقتين، محضر تحريات وإذن نيابة. راح واخد وراح رايح ينفذ الإذن، فبيكتب في المحضر الضبط إيه بقى؟ اليوم الساعة 6:00 مساء يوم 1/7/2021 قمنا والقوة المرافقة لتنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر لنا اليوم الساعة 12 ظهرا لتنفيذ إذن لضبط وتنفيذ لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه الكائن في الحتة الفلانية في العقار رقم كذا في الدور الثالث في الشقة على يمين الصاعد على السلم، يقولها بالتفصيل. ما تبقاش مجهلة، لازم إذن النيابة العامة ما يبقاش مجهل، ما يقولش أنا نأذن للسيد فلان الفلان لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عن الكائن في حي السيدة زينب. الكلام ده غلط، انت عندك تحريات جدية من الأول. تحريات جدية يعني ايه؟ يعني انت تحريت صدق البلاغ، انت تحريت عن صحة البلاغ اللي جالك من المرشد السري من المصدر السري لما قالك فلان الفلاني بيتجد في المواد المخدرة وبيتخذ من مسكنه مكان لمقابلة عملائه وللإتجار في المواد المخدرة. يعني انت عندك تحريات جدية من الأول. ما تقوليش بعد كده نأذن أبص ألاقي الإذن طالع نأذن للسيد المقدم فلان الفلان لضبط وتفتيش شخص ومسكن متحري عنه أو المأذون بضبط وتفتيشه الكائن في حي السيدة زينب، يبطل الإذن. وإذا بطل الإذن بطلت كافة الإجراءات المترتبة عليه تطبيقا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية، اللي هي بتقول إذا بطل إجراء من إجراءات الدعوة يترتب عليها بطلان كافة الإجراءات والآثار والنتائج المترتبة عليها.